الناتو يتفاخر بأسلحته وإسهاماته وسط فيضان الحرب الدائرة في أوكرانيا، ويؤكد أن الضربات التي تسددها أوكرانيا للجيش الروسي خلال الهجوم المضاد معظمها بتوقيع أطلسي. تقرير أوردته صحيفة التلغراف البريطانية يمثل عرضاً لقائمة أسلحة الحلف المشاركة في الهجوم الأوكراني، وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب ستشهد تحولاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد اشتراك أسلحة الناتو التي تدربت عليها القوات الأوكرانية جيداً. فما هي تلك الأسلحة محل الفخر الأطلسي؟ الدبابة تشالنجر بريطانية الجنسية، أول سلاح غربي تم التعهد به لأوكرانيا، تبلغ قيمة الواحدة منها 5,200,000 دولار، تستطيع إصابة الأهداف على بعد أميال عدة. من ألمانيا جاءت ليوبارد 2 التي تخدم فعليا في صفوف الجيش الأوكراني، تبلغ قيمة الواحدة 10,000,000 دولار، هي الأسرع والأكثر قدرة على المناورة والأسهل في الصيانة من نظيرتها البريطانية. برلين أسهمت أيضاً بالمدرعة ماردر التي تتسم بالبساطة في تصميمها بالإضافة إلى فاعليتها العالية. المدرعة الأمريكية برادلي التي تبلغ قيمتها 4,300,000 دولار تستطيع التسلح بصواريخ مضادة للدبابات. مدمرة الدبابات كما يطلقون عليها في بلدها فرنسا IMX-10، المدرعة التي تساهم بها باريس في الحرب، تعرف بذكائها في أرض المعركة، تستطيع اختراق صفوف العدو برشاقة أكبر من الدبابات القتالية الكاملة. من السويد جاءت المركبة القتالية CV-90 التي تستطيع حمل كمية سلاح أكبر من أي مركبة من فئتها. استعراض غربي لدباباته وذروة ما توصلت إليه الصناعة العسكرية داخل المعسكر الحليف لأوكرانيا، لكن يبقى السؤال، هل ستستطيع هذه الدبابات والمدرعات اختراق حصون الدب الروسي أو إرغامه على التراجع عما حققه من مكتسبات على الأرض؟